كنتحدى اي وحده عندها الكرش، اي وحده غليظه وباغيه تضعف، وتسمع لي واش غادي نقول لها وتطبق داكشي اللي غادي نقوله. نتحداها دير هادشي وما تضعفش، دعني غير الله هادشي اللي غادي نقول لكم. سمعي وطبقي هادشي اللي غادي نقول لك، وهنيئا لك بلا طيب. تمتعي تمتعي يا اختي حتى تفرحك النتيجه كما فرحتني انايا. انا تصدمت، انا تبعت وغادي نتبع هادشي ونشوفه على الله، ولكن الان تصدمت. يا اهلا وسهلا اعز متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم بخير؟ الناس جداد مرحبا واهلا وسهلا، الناس القدام قناتكم راكم مالي الدار، مرحبا بكم كاملين. كما شفتوا في العنوان يا الهي يا الهي، هاد الفيديو هذا شحال انا كنت فيها. جاوني اسئله بزاف كيقولوا نورا عافاك، حنا سمعنا بغينا نضعفوا، وبغيت نشارك معكم التجربه ديالي اللي كانت كارثه. هاد الصوره هذه اللي غادي تشوفوا فيها دابا عندها عامين. من هاد الصوره غير حشمت ندير الفيديو وحق الله العظيم، مي نشارك معكم، ما عندي ما غادي ندير حاليا. المهم هذا اسود ما غاديش تبان لاطاي مزيانه، غادي نلبس تريكو ونلبس سروال باش تبان لكم لاطاي، باش نوريكم حتى بلي ما راني دايره والو الكرش، ويعني تحسبوني دايره شي مشد اولا شي حاجه، حيت راها فرق كبير ما بين هاد الصوره هادي ودابا. والرائع في الموضوع ما كاين لا ريجيم، ما كاين لا ادويه، ما كاين لا رياضه، ما كاين لا شي مشروب ساحق للدهون كما كيقولوا في ثلاثه ايام، ربي يحاسبهم على اي حاجه كيعطوها لكم. ما كاين حتى شي حاجه من هذه. انا صراحه ما كنتش رادة البال لراسي، ماشي ما كنتش رادة البال اشنو كنت ناكل، وما كنتش شايفه راسي كيفاش كنت. انا واحد النوع اللي ما عنديش مع المرايه بزاف، وحق الله العظيم زعما هذا الشيء راه ما يصدقش، هذا الشيء اللي كنقولوا لكم راه ما غاديش يدخل لكم للعقل. الصويره هذه اللي خلاتني نبدل حياتي وحق الله العظيم، مش التصويره شفت الكرش مدليه باقي لها واحد شويه توصل للركابي. والمشكله هاد الصوره هذه راني كنت دايره المشهد سوا بحال السليب وكنجي طالع حتى لهنايا، يعني كيشد الكرش، كنت به هاد الصوره كنت به وحق الله العظيم. قلت لكم هاد الصوره هي اللي بدلت لي حياتي 100 درجه. شفت هذيك الصوره وهذا الشيء هذا نهار اللي جيت لهنايا، بقيت المهم كنتصور، انا ما عنديش مع التصاور ما نكذبش عليكم، ما عنديش انا مع التصاور بزاف، بقيت كنتصور هذه وبقيت نشوف هادي. انا عارفه عندي الكرش، عارفه عندي الكرش، ولكن حتى لهالدرجه ما صدقتش، والله العظيم ما صدقت، حيت ما كنتش كنحبس من الماكله. وانا يوم من داك النوع ديال مين كنتعصب كناكل بزاف، بالعكس شي واحد اللي كيتعصبوا صبوا ما كياكلوش، انا لا، انا ملي كنتعصب كناكل. ديك الفتره فاش كنت حارقه ما عنديش الوراق ما كنتش لكم، كنت كناكل ماكله غير صحيه. الطبسين تاع المقارون اللي كنت كنديرو، كنت كندير المقارون كنقطع فيه الكاشير، كندير فيه ثلاثه البيضات مقليين هكا مقليين، وداك الملح خضر كنحطهم هكا الفوق، زائد الفرماج الصلصه الحاره. لو كان ما يكونش داك الطبسي قد هكا بهاد السباغيطي اولا بالمقارونيه وعامر بهاد الشيء هذا اللي قلت لكم ما يتحلاليش. وفي العشاء، في العشاء 12 تاع الليل 11 تاع الليل 9 تاع الليل في الليل كناكل، ما كنحبسش من الماكله. المهم باش ما نطولش عليكم راح حاولت ما يمكن ندير لكم هذا الفيديو واخا ندير فيه غير 15 دقيقه ولا 11 دقيقه، غير باش ما نطولش عليكم. غادي نمشي نبدل حوايجي باش نوريكم كرشي بلي راني ما دايره حتى شي حاجه، باش تشوفوا لاطاي ديالي مزيان ونرجع معكم. المهم هاني رجعت معكم. قولوا راني شافطه دابا شافطه دابا مدخله، ولكن دابا عادي باش ما تقولوش راني صارطه كرشي ولا شي حاجه، باش ما تقولوش دايره شي مشد اولا دايره شي حاجه. المهم هذه هي لاطاي ديالي حاليا، فرق كبير ما بين دابا وما بين هذه الصوره هذه. باقي شويه عندي عندي واحد شويه ديال الشحوم يعني في هذه، ولكن بحكم انا ما كنديرش رياضه، يعني انا ما هبطش بالرياضه، كهبط بالرياضه يقدر ويكذب عليكم الكاذب يقول لكم زعما رياضه اولا شي اكله يعني شي مشروب اولا شي ديتوكس اولا شي مشروب كي 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 يضعف. كذوب غير الكذوب غير الكذوب غير الكذوب. هذه هي انا حاليا، الصوره هي هذه، يعني فرق كبير، كارثه وراي كارثه ما بين دابا وهنايا، راه فضيحه 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 كبيره بزاف. المهم اشنو درت الحباب ديالي، اشنو درت الحل اللي درت، وهو باقي لحد الان عندي، باقي لحد الان كنديرو لحد الان، ولات عندي عاده
ما قدرش يعني ما قدرتش نبدلها، ولات عندي عاده الجسم ديالي تعوض. ما صافي تعودت على داكشي، ما بقيتش كما كنت بوحدي. ملي كنفيق الصباح حل عينيا كنفيق كنشرب الماء، الماء شربوا على من ما قديتو الماء، واخا ما يكونش فيكم العطش ضروري تشربوا الماء. الفطور ضروري، من الفطور الفطور الفطري مزيان، ما تقوليش نورش ما ناكلش الزبده، كولي كلشي في الفطور، كولي كلشي. غادي نهضر لكم على راسي انا، ما غاديش نقول لكم انايا شنو شنو كيقول الطبيب الرياضه ولا الطبيب، نقول لكم انا شنو درت. انا ما قال لي حتى شي واحد ديري هادشي، بوحدي قللت من الماكله، بقيت على هذاك الحال، حتى لقيت فرق كبير ما بين دابا وما بين الصوره. الفطور تفطروا مزيان كما قلت لكم، حاولوا ما امكن الا فقتوا بكري، الا فقتوا بكري فطروا مزيان، ما فقتوش بكري فقتوا روطار، يعني فقتوا مع 11 اولا 12 وانتم غادي تغداو مع الوحده مثلا. شربي غير الماء، كلي واحد الحاجه خفيفه، واحد البنانة، واحد خوخة، شي حاجة من الفروي، واحد الفريميجة هكا، واحد هابلة خبز مع واحد طريف ديال الخبز. ولكن في الغداء غلقي لي مزيان، لأن غادي يكون الطبق الوحيد ديال النهار كامل. سي مدام أي هي الكبيدة في الغداء، كولي كل شيء، ما تقوليش نورا، كولي المكرونية، كولي سباغيتي، كولي اللحم، كولي الدجاج، كولي الحوت، كولي البيض المسلوق، كولي كل شيء، ديري واحد الطبق. شوفي ديري واحد الطبق الخضره، ما عمركم في حياتكم تسلقوا الخضر، الخضر لا تسلق، الخضر ما تسلقوش الخضره، الخضره تتبخر، لان لا سلقتوها كل الفيتامينات الخضر ترمى في الماء. الخضره المسلوقه كل فيتاميناتها ترمى في الماء، ولكن الخضر المبخره تستفيدون من كل الفيتامينات اللي فيها، كل شيء تستفيدوا منهم، ولهذا الخضر مبخره، كل انواع الخضر مبخره ليست مسلوقه. السلق انساو السلق نهائيا. الحوت يتقلى في القليل من الزيت، نساو الحوايج كونوا المقلي، ماشي ما تاكلوش ولكن ما تكثروش من المقلي. ديروا بلانشا، ديروا شويه ديال الضوء اولا المهم شويه ديال الضوء اولا مقله عاديه، واحد شويه فيها الزيت، وديري فيها اللحيمه ديالك، ديري فيها الحوت ديالك هكا بحال شويه غير هي ديال البوطه، وديري فيها شويه الزيت باش ما تلصقلكش. داك الزيت غير بديك الفرشه باش ندهنوا الحلوه، ندهنوا داك البلاطو ديال الحلوه، غير بها شدي ودهني هكا، دهني البلاطو ديالك، ديري فيها الحوت ديالك اولا ديري فيها اللحيمه ديالك. الفران عاوتاني الحمد لله كاين الفرن، يعني حوت في الفرن، دجاج في الفرن، اولا اللحم في الفرن، او اي حاجه، يعني حاولوا ما امكن تبعدوا على الزيوت. ولكن انا في الغداء ما نكذبش عليكم، في الغداء كناكل مزيان حتى ما كنقدرش نوض، كنقول لكم اللي كاين. في العشيه ما كناكل والو، في الليل في الليل اشنو كناكل؟ دانون، دانون عادي اختاروه كيما بغيتو يكون. دانون غادي تخلوه مثلا في واحد الكاس، زوري شويه ديال الكركاع اولا شويه ديال اللوز اولا شويه بيستاش او شويه ديال شي حاجه، مع واحد شي حاجه من الفواكه، هذاك هو العشاء ديالكم، هذاك هو العشاء ديالكم. بغيتو ولا كرهتو، بغيتي تولي هكا كيما راني انا دابا، كيما بغيتش نتفكر، لا اريد ان اتذكر حالتي السابقه، لا اريد. دابا حاليا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم عطيتكم عهد الله، اي حاجه راه كنقولها كنتحاسب عليها، اما نتحاسب عليها قدامكم امام الله سبحانه وتعالى. دابا كنتغدى مزيان، كنتغدى بلبيه، كنتغدى بحال البارح، البارح كنت مشيت للخزيرات، الفيديو اللي شفتوه فطرت مزيان، فطرت هذاك راه كان فطور مع 11، فطرت مزيان، الخليع، البيض، المسمن، المهم وجبتها حتى العشاء، ما 11 جبتها حتى العشاء. في العشيه كليت واحد البرقوقات باردين، جوج ديال البرقوقات، داك البرقوق الابيض، حتى العشاء. في العشاء وي في العشاء مع السبعه ديال العشيه كليت بطاطا، ديك البطاطا راها كتتباع مع، دابا عندنا واحد الحفله هنا في اسبانيا كيبيعوا، كيدير واحد البطاطا كبيره في الفرن كيحلوها، كيديروا فيها غير الخضر، كيديروا فيها بطرف، كيديروا فيها الزروديه، الخيزو، الجزر، كيديروا فيها ذره، داك المايز، كيديروا فيها الجبن، كيديروا فيها البيض المسلوق، يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره، ولكن البطاطا كبيره ما نكذبش عليكم، البطاطا يمكن فيها نص كيلو، كليتها كامله ولكن ما نعستش حتى الزوج ديال الليل. ولكن العشاء تعشيتو بكري، ماشي مع 12 ولا 11 ولا، تعشيتو بكري. صافي. ودابا دابا دابا حاليا دابا راه فطرت مع شحال كانت مع 11، الساعه راها الربعة ديال العشيه، ما كليت حتى شي حاجه، ما كليت والو. دابا الربعة راه العشيه، من على الساعه مع الخمسة ان شاء الله غادي ناكل واحد الطبق
اللي يكون فيه بيض المسلوق، تكون فيه لحم ولا حوت، فيه خضره مبخره، فيه واحد القطعه ديال الفرماج فقط. يعني كل نهار خص يكون عندك حاجه، كل نهار ما غاديش نحدد لك انا نقول لك خصك تاكلي واحد الكميه ديال البروتين، خصك تاكلي واحد الكميه، كميه تاع بروتين ولا والو، كلي حتى تشبعي، ولكن طبق واحد في النهار، طبق واحد في النهار، والسوائل شربي، شربي العواصر، شربي الماء، شربي هاد السوائل وكلشي، ملي كيخليو الجسم ديالك ما يطلبش الماكله مزيان. ولكن الا تغديتي درتي واحد الطبق، واحد الوجبه مليحه في الغداء، راك يمكن يمكن هذاك داك القرقع وداك الياغورت وديك الفواكه يمكن ما تاكلهمش في العشاء، ولكن ضروري تاكلهم باش ما تنعسيش جعانه. صافي، هذه هي الطريقه اللي كنت كنديرها، باقي عليها لحد الان يومنا بهذه الساعه اللي كنهضر معكم فيها. دابا الجسم ديالي تعود، صافي الجسم ديالي تعود، صافي كي كنتغدى ما كنقلبش في الماكله، كنشوف الماكله قربي كيهرب. صافي هادشي اللي كاين. اي سؤال، اي استفسار، تواصلوا معايا على الانستغرام، ومرحبا بكم. والجسد ديالي هو هذا امامكم كما شفتوا، بلا منشد، بلا منشد البطن، بلا حتى شي حاجه. يعني باش ما تقوليليش نورا راكي دايره شي مشاد، اولا ما تقوليش نورا راكي دايره شي مشاد ولا شي حاجه، راكي كضحك علينا ولا حتى شي حاجه. انا القامات ديالي فيها مصداقيه، راه بدلت الحوايج ديالي على مسبتكم فيا، ما نبقى غير نلبس الكحل وما نوري لكم ما حتى شي حاجه، غير باش تكون المصداقيه باش تشوفوا بعينيكم. وهذه الصوره راها راه كتاكد يعني كل شيء. صافي يا اخواني، هادشي اللي كاين، مرحبا بالناس جداد، مرحبا بكم، انتظروا فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.